مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم إثراء الهواء. دائما نسعد بمتابعتكم لنا في هالبرنامج. اليوم إن شاء الله مثل ما تعودنا معاكم ضيوف متميزين، كل يوم موضوع متجدد وأيضا مواضيع إن شاء الله مفيدة. واليوم راح يكون معنا مخترع كويتي منور داخل الاستوديو، هو المهندس إن شاء الله محمد صلاح الرفاعي. طبعا مثل ما تعودنا معاكم مشاهدينا الكرام ناخذ هالتقرير وهالوقفة نتعرف على ضيفنا اللي منورنا داخل الاستوديو، نرجع معاكم، خلكم معنا. محمد صلاح محمد الرفاعي مهندس كهرباء، له اختراعات عدة ومثل دولة الكويت بها في محافل عربية ودولية، محققا وحاصدا مراكز عدة، وحاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر من جامعة الكويت. حاليا هو باحث مرحلة ماجستير في جامعة الكويت هندسة كهربائية تحكم إلكترونيات القوى. له اختراعات وأبحاث علمية غالبيتها تم تسجيلها في المكتب الأمريكي لبراعة الاختراع تحت رعاية مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. من أهم ما كرم به تكريمه من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بميدالية دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التميز الشبابي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الاختراع العلمي. يا هلا فيكم مشاهدينا الكرام، رجعنا معاكم من جديد في برنامجكم إثراء الهواء. طبعا بعد ما شفنا هالتقرير نرحب بضيفنا المهندس محمد صلاح الرفاعي المخترع واللي يمثل حقيقة نموذج مشرف من الشباب الكويتي. حياك الله مهندس محمد وسعد بلقائك. الله يحييك، يعطيكم العافية على الاستضافة هذه الطيبة، ونتشرف وجودها في الاستديو وبالبرنامج هذا اللي فعلا إن شاء الله يكون إثراء لنا وللمشاهدين إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. مهندس محمد، طبعا حضرتك ما شاء الله مخترع كويتي ومتميز، ودنا بداية نتعرف على اختراعك اللي يعني خلاك تاخذ هالصفة هذه. إن شاء الله. طبعا أنا في مجال الاختراعات أو العلوم أحبه من زمان، من صغري الأمانة يعني، وتأسست على هالشيء يعني. الوالدة ما قصرت الأمانة يعني، حفزت فيني هذا الحب لهذا المجال، وانطلقت فعليا بعد مشاركتي في برنامج نجوم العلوم. كان عندي قبلها مشاريع بس ما توثقت كبراءة اختراع، ولكن بعد مشاركتي بنجوم العلوم سنة 2011 قدرت اني انا اسوي اول اختراع يوثق عالميا في المكتب براءة الاختراع الامريكي والاوروبي وعلى مستوى العالم كبراءة، اللي هو جهاز الكوي الالي. جهاز الكوي الالي، الكوي الالي. ودنا نتكلمنا عن الجهاز مهندس محمد ان شاء الله. طبعا الجهاز عبارة عن كان حزته 2011، كان اول جهاز كوي الي على مستوى العالم. الهدف من ان انت تعلق اي قطعه ملابس بالجهاز ويكويها بروحه من غير اي تدخل بشري بروحه. اي نعم. اي والحمد لله طبعا اثبت اداءه في المسابقه وقدر يكوي، وعلقت في قطعه ويعني اثبت الفكره ما شاء الله. وتوني انا تقريبا صار لي سنه اقل من سنتين يعني سنه ونص تقريبا كذي اخذت البراءه ب 2016 على مستوى العالم، فكان في تقريبا 5 سنين 6 سنين نطرة اني اخذ البراءة. كل هالسنوات هذه بس البراءة تطول اجراءاتها. تطول اجراءاتها ويعتمد على نوع الاختراع، طبعا في اختراعات تاخذ اكثر، في اختراعات تاخذ اقل. اخذت البراءة من داخل الكويت ولا من برا؟ لا، اخذت البراءة هذه على مستوى العالم من مكتب براءة الاختراع الامريكي والاوروبي. الاوروبي. عن طريق مركز صباح الاحمد. وداخل الكويت هم بعد توثق طبعا هو داخل الكويت اكيد توثق، وانت اذا اخذت البراءه طبعا على مستوى العالم تحمي نفسك. اي ممتاز، تحمي حقك انه شيء خاص فيك. اي تحمي نفسك فكريا بالعالم بس صناعيا على حسب الدول يعني. طيب مهندس محمد، بالنسبه للاختراع هذا الجهاز الكوي الالي، طبعا انت شوقتنا للاختراع ما شاء الله شيء مفيد وعملي اكثر. بعد هالاختراع واخذت براءته، متى يطرح مثلا؟ هل تفكر في تسويقه بشكل يعني خلينا نقول الحق المستهلك، او يطرح بشكل عملي بالسوق اللي حاب انه يعني يوفر على نفسه؟ طبعا شوف، هو الاختراع وفكرة الاختراع قصة، وبراءة الاختراع هم قصة،
وانك تنزل السوق الاختراع الى السوق هذه قصه يعني قصه ثانيه يعني هذا كفاح اخر للامانه. وهذا اللي نبيه، هذا الاصعب يعني. ممكن اي احد ياخذ براءه اختراع، ولكن بس مو اي احد ينزل اختراع السوق وبيعه. ليش؟ شنو الصعوبه هي يا محمد؟ يعني في صعوبات كبيره. اولها البيئه اللي حولك، ثانيها حجم الاستثمار، ثالثها انه لازم انت تسوي نموذج قادر انه يدش السوق، فتحتاج فريق عمل كبير، تحتاج موارد اكبر، تحتاج مستثمرين، وهم دراسه جدوى. الحمد لله انا طبعا في وايد امور من هذه الاشياء اللي ذكرتها اجتزها ولله الحمد. الحمد لله. والحين عقب البراءه وعقب ما قطعت شوط يعني في مجال البزنس، انا اسس شركه من فتره، والحين ان شاء الله بدينا ان احنا نسوي نموذج شبه نهائي قابل ان يطرح فيه في قابل ان يطرح في السوق. طيب مهندس محمد، مثل الاختراع هذا غير موجود نهائيا يعني قبلك؟ بسنه 2011 هذا الاختراع ابدا مو موجود. طبعا قبل 5 شهور طلع لي منافس للامانه في نفس الفكره. اي نفس الفكره، لكن اول ما طرحتها ما في اي احد. اول ما طرحتها ليه قبل سنه ونص، مو سنه ونص عفوا، ليه قبل 5 شهور 6 شهور طلع منافس، ولا زال اختراعي افضل من المنافس بحسب المواصفات اللي شفتها وحسب الدعايه اللي شفتها. يعني المنافس لا زال في مجال كبير اني انا اطرح بالسوق ان شاء الله الواحد الاحد. ويعني طبعا هذا الكلام سهل للامانه مرات، بس ان شاء الله يا رب انه يحول الى واقع باذن الله. طيب مهندس محمد، احنا عندنا تقرير حق حلقتنا لهاليوم ان شاء الله نشوفه ونرجع نكمل معاك ان شاء الله حول حديثنا عن هالاختراعات وايضا دورها في تقدم البلد ان شاء الله باذن الواحد الاحد. اذا مشاهدينا الكرام، تقرير راجع لكم، خلكم معنا. تتمحور حياة الإنسان المعاصر حول الاختراعات، فهذه الاختراعات صارت جزءا من حياته. لا يمكن أن تتواجد الاختراعات بين يوم وليلة، فالمخترعون هم أكثر الناس بذلا للجهد والتعب. فهناك بعض المخترعات التي اعتبرت نقاط تحول في البشرية، أفنيت لأجلها أعمار وأعمار. فالمخترعات ترتبط بالعلم وتطوره، تنتج المخترعات من البحث العلمي، فالدول التي تهتم بالأبحاث وتنفق عليها بسخاء نجدها أكثر اختراعا، حيث أن الدول الصناعية تعتبر جانب البحث العلمي أساسا رئيسيا تبنى عليه النهضة والحضارة. يا هلا فيكم مشاهدينا الكرام، رجعنا معكم من جديد في برنامجكم إثراء الهواء، وهذا الحوار المستمر مع ضيفي المهندس محمد الرفاعي المخترع الكويتي. مهندس محمد، رحب فيك من جديد، ونكمل هذا الحديث حول يعني هالاختراع وهالتميز، وما شاء الله كونك يعني نموذج من نماذج الشباب الكويتي المتميز. الله يجزاك خير. مهندس محمد، قبل الفاصل كلمتني عن اختراعك، وايضا يعني كلمنا الساده المشاهدين الكرام ان اختراعك يتعلق بالكو الالي. حلو. وقلت لي قبل شوي ان في واحد من المخترعين قبل 5 شهور طرح نفس الفكره. حلو. طيب بهالحاله هذه انت الحين يعني اختراعك هل خلاص انت الوحيد اللي حاصل على براءه اختراع فيه، وشنو وضع المخترع الجديد هذا؟ ان شاء الله. طبعا هو عالم الاختراعات عالم كبير، عالم بحر يعني في مداخل في مخارج في وايد اشياء. تمام. حال القضاء مثلا بالقضيه او شغله كذي. نعم. اللي طرح الاختراع او اللي المنافسي بالسوق جهازه كشكل مختلف لكن كفكره بالنهايه نفس الفكره. طبعا هم للحين ما حصلوا على براءه الاختراع، بس هم سابقين بخطوه انهم نزلوا السوق او يعني بيطرحون الاختراع بالسوق شهر 3 الجاي. طبعا حجم اختراعهم كبير اكبر من اختراعي. طريقه التصميم مالهم مختلف، حتى طريقه عمل الجهاز شويه مختلفه، لكن بالنهايه انت تعلق فيه قطعه وترجع له مثلا بعد 5 دقائق 6 دقائق يكون كاوي لك الملابس. طبعا في ميزات بالاختراع اللي عندي احسن من اللي عندهم، انه ممكن انواع القطع تختلف، ممكن احط فيه دشداشه قطره، يعني انواع وايد اكثر من اللي عندهم، والحجم اصغر يتصفط. يعني انت اخذت براءه اختراع على جهاز بمواصفات معينه بمواصفات مختلفه، لكن الفكره والمبدا لا، هذا مش شيء حصري حقك. طبعا لا، انا اخذت هم على الفكره.
للأمانة يعني. واللي طرحها نفس الفكرة. اللي طرحها طبعًا إحنا في انتظار إن تطلع براءة الاختراع مالته. إذا أخذ براءة اختراع. وبعد ما تطلع أنا أقدر أتصرف إذا كان في تصرف مثلًا قانوني. إيه ففي في في وايد. لا تبعات. إحنا في تبعات وايد إيه نعم. وحتى لو هو نزل السوق وما أخذ براءة اختراع أنا يحق لي إن أنا أرفع عليه قضية وقاضي طبعًا إحنا ما نبي يصير هالشيء لأن القضايا كلها عفسة وعوار الرأس. إحنا نبي ندش معاه بالسوق. ونستحوذ على جزء من السوق إن شاء الله. طيب مهندس محمد بالنسبة لدور هالاختراعات هذه في تقدم يعني البلاد في خلينا نقول فائدة البشر شنو دورها مهندس محمد؟ طبعا الاختراعات هي أساس يعني من أساسيات الحياة أو من أساسيات تسهيل الحياة الاختراعات للأمانة يعني على سبيل المثال مثلا المجال الطبي الحين يعني تخيل مثلا لا سمح الله واحد في شغلة ايام اول ما كانوا يعرفون شنو فيه الا مثلا تكهنات او مثلا بعض خلينا نقول تخمين يعني انت مثلا فيك شغله معينه اما الحين جهاز يصورك مثلا ونعرف شنو فيك بالضبط هذا الجهاز تم اختراعه من قبل مخترع او كذلك من قبل دكاتره عملوا ابحاث على مر السنين فهذا مثال بسيط بس على اهميه الاختراعات مثلا التليفونات الحين سهلت حياتنا بدل لا انا اروح مثلا حق واحد ايام اول عشان اكلمه ولا اوصل الرساله احنا نرفع سماعه التليفون وفي اشياء وايد يعني قيس عليها يعني مجال الطبي مجال الاستخدام اليومي سهلت طبعا يعني طبعا ايضا كبير. تساهم في حل يعني مشاكل المجتمع المختلف اكيد 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 100% طيب بالنسبه للمعارض مهندس محمد اللي تقام يعني والخاصه بالمخترعين هل شاركت فيها طبعا انا شاركت بمعارض يعني خارج الكويت وكذلك بالكويت المعارض الهدف منها ان انت تطرح فكرتك للناس وتشوف ردة فعل الناس هذا هو الجزء الاكبر من هدف المعرض الامانه أي. وممكن في بعض المعارض يكون في فرص استثماريه بس هذه نادر الامانه يعني ما تصير مع كل المخترعين تصير مع النوادر بس الهدف من المعارض ان انت تشوف ردة فعل الناس على فكرتك عشان تشوف تكمل فيها ولا لا ممتاز طيب واللي يروحون حق المعارض تشوفون يعني ناس من عامه الجمهور يعني بس بيشوفون ولا ناس مختصين ومهتمين بهالمجالات هذه لا طبعا زوار المعرض يكونون طبعا من فئه عامه الجمهور وكذلك في من فئه اللي هم المختصين في هذا المجال ممتاز. منهم لجنه التحكيم ومنهم رجال الاعمال والمستثمرين فطبعا طبعا اكيد يعتمد على نوع المعرض يعني في معارض مختصه بالمستثمرين مثل اللي موجوده باوروبا بجنيف بالمانيا وفي معارض مختصه بس في الجوائز مثلا واضح فانت تنقي المعرض المناسب لك وفي معارض مختصه كذلك بالاختراعات المنزليه مثلا الاختراعات الطبيه الاختراعات البيئيه مثلا فعلى حسب نوع الاختراع مالك انت تشارك بالمعرض المناسب لك في معارض خاصه بالابحاث مثلا ما شاء الله عرفت شلون شنو المعارض اللي شاركت فيها مهندس محمد طبعا انا شاركت ابرز ما شاركت بالسعوديه بسنه 2010 في معرض على يقام للاختراعات على مستوى الجامعات اللي على الخليج وحصلت على المركز الثالث في كان طبعا مشروع كنت مشارك انا وشباب معي زملائي مهندسين ثلاثه احنا مشروع رجل الي اطفائي يشتغل بروحه اذا شبت حريج بالمصنع لا سمح الله ولا شغله يعرف وين مكان النار ويطفيه فهذا شاركنا فيه ب 2010 وخذينا المركز الثالث على مستوى الجامعات كنت مجموعه كنا مجموعه اي نعم من ثلاث اشخاص بعدها شاركت في نجوم العلوم وبعد نجوم العلوم يعتبر مسابقه يعني اكثر من معرض على مستوى الوطن العربي بعدها شاركت في معرض في لندن وهذا كان من اكبر المعارض اللي شاركت فيها بسنه 2012 مع المؤسسه مؤسسه الكويت التقدم العلمي ما شاء الله وما كان في طبعا اول ثاني ثالث كان في ينقون افضل 10 مشاريع وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني انا كنت من الافضل 10 مشاريع اللي نقوها على مستوى الدول المشاركه كان تقريبا 36 دوله من مستوى العالم كله فهذا كان يعني الحمد لله انجاز كبير ورده فعل الناس اللي هناك يعني انا الصراحه انصدمت منها سنه 2012 ان جهاز مثلا لاني انا ليش انا انصدمت لان انا اغلب المعارض اللي شاركت فيها كانت في الدول العربيه فكان هذا اول معرض اشارك فيه خارج الدول العربيه فقلت لهم مثلا دول متقدمه عندهم هالامور عرف شلون اللي هي في لندن هذه في لندن اي نعم فقلت ممكن ردة فعلهم ما تكون يعني قوية مثل اللي أنا شايفها بدول العربية شاركت فيه باختراعك اللي هو شاركت فيه باختراع الكوي الآلي ما شاء الله بس انصدمت إن هما ردة فعلهم كانت أكبر وأقوى من المتوقع الأمانة ومن طيب. من أي معرض شاركت فيه فهذا طيب. كان دافع ويعني وحافز كبير الحمد لله أن نكمل يعني وأنت تستاهل الشيء مهندس محمد تستاهل الطيبة يعني عندنا بعد استطلاع نشوفه سووا يعني زملاء في كاميرا إثراء التقوا مع الجمهور للحديث عن موضوع اليوم نشوفه نرجع كمان معك إن شاء الله بإذن الله إذن مشاهدينا الكرام استطلاع وراجع لكم خلكم
طبعا الاختراعات مهمة جدا وفائدتها على المجتمع، تطوير المجتمع. والله في اختراعات بتفيد الإنسان وفي اختراعات بتضره، يعني اختراعات مثلا زي مثلا التليفون تسهل التواصل بين الناس، ومع ذلك ليه أضراره برضو أنه هو عزلنا عن المجتمع. الآن الكثير من أبناء الكويت نجدهم يبدعون في اختراعاتهم وابتكاراتهم، سواء الطبية سواء العسكرية سواء في مجالات أخرى اقتصادية. يعني مثلا نشوف شغلات يعني الناس مخترعتها، وخاصة عندنا بالكويت وايد مخترعين وايد ناس تنتج، خصوصا في الاختراعات الطبية عندنا ساعدت في كثير في نجاح العمليات الجراحية. أود أن أذكر شخصية يعني كويتية مبدعة وابتكرت اختراع يعني طبي من فترة، الدكتور حسن مسلح الشمري وقد تكرم. رجعنا معكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم إثراء على الهواء، وهذا الحديث مع ضيفي اللي متواجد معي داخل الاستوديو المخترع المهندس محمد صلاح الرفاعي. مهندس صلاح، شفنا مع بعض هذا الاستطلاع ورأي الجمهور فيما يتعلق بالاختراعات وأهميتها، وما شاء الله يعني الجمهور أيضا يعني يحضر بعض النماذج الكويتية المشرفة للمخترعين. أنا بداية مهندس محمد أسألك، يعني أيضا أنت قبل فاصل تكلمت عن مشاركتك بمعرض لندن في اختراعك، وذكرت أن ما شاء الله بهرت بيعني الإشادة والمتابعة هناك، لكن على المستوى يعني المحلي داخل الكويت شنو شايف اهتمام الجمهور فيما يتعلق بالمخترع الكويتي؟ والله الأمانة في الآونة الأخيرة يعني صار في اهتمام كبير في هذا المجال ما شاء الله، وبرزوا مخترعين وايد ما شاء الله، وهذا يدل على أن يعني الشاب الكويتي شاب مبدع الأمانة يعني بشكل عام. وهذا يدل كذلك أن على الرغم من عدم توافر الموارد والمثلا خلينا نقول البيئه اللي فعلا تشجعك ودخلك السوق، الا ان الناس قاعده تشتغل في هذا المجال، فهذا دليل اذا توفرت هذه البيئه راح تنتقل الكويت نقله نوعيه. نعم. وراح ياثر على الاقتصاد بعد. مهندس محمد ما شاء الله ايضا لاحظ يعني بالآونة الاخيره بروز يعني اسماء مخترعين كويتيين ما شاء الله يعني رفعوا اسم الكويت في المحافل العالميه، شلون تصف لنا هالبروز هذا ما شاء الله وهالاسماء المتميزه؟ يعني قبل فتره قليله ايضا الدكتور اظن مشاري المطيري اللي حصل على الجائزه، نعم وجهله تحيه، والدكتور حسن اللي تم ذكره بعد، وجهله حسن مشلح الشمري ايضا. لذلك ما شاء الله نماذج كويتيه ومشرفه كثيره متميزه في هالمجال هذا، شلون تصف هالابداع هذا مهندس محمد كونهم ايضا زملاء لك في هالاختراعات؟ طبعا ما شاء الله انا لو بعدد بالاسامي اخاف اذكر واحد بعدين يزعلون ليش ما قلت لي، انا ما شاء الله اعرف اغلبهم ما شاء الله وكلهم مشرفيننا يعني. وكلهم انا افتخر اني اعرفهم للامانه، هذيل انا اعتبرهم اقتصاد الوطن، يعني انا اعتبر المخترع هو اقتصاد، هو الثروه المعرفيه للوطن للامانه، لان الحين الاستثمار هو في البشر صحيح. اكثر من المواد اللي حوالينا للامانه يعني. فانا اشوف ان ظاهره بروز هالمخترعين شلون تصل لها؟ انا اشوف ان الظاهره هذه صراحه من اجمل الظواهر للامانه يعني، واتمنى ان تنتشر بشكل اكبر بعد ويكون في التفات لها، ويعاملوننا مثل ما يعاملون مثلا الرياضي اللي انشهر، وطبعا الرياضي هذا شيء يعني ما شاء الله هم يشرف البلد صحيح، بس لا شك ان في اهتمام في مجالات الاخرى اكثر من مجالات الاختراع، فاحنا ودنا ان في مجال الاختراع يصير فيه اهتمام نفس المجالات الاخرى. ليش؟ لان مجال الاختراع ما يفيد الشخص نفسه، ما يعني ممكن المجال الرياضي يفيد الشخص نفسه اكثر من اللي حوالينا مثلا كاشخاص اخرين، ما اقول كديره، بالعكس الديره يرفع علمها الحمد لله بالمحافل، ولكن انا اتكلم عن الاشخاص اللي حوالينا، المخترع ممكن يفيد الاشخاص اللي حوالينا بشكل اكبر صحيح. من اي يعني فئه اخرى خلينا نقول، وكلهم تشريف لنا، ولكن انا اتمنى ان يصير في اهتمام، لان المخترع اللي سوى اختراع ناجح راح يفيد المجتمع بالكامل، وراح يفيد الاقتصاد، وراح يسوي ازدهار. احنا مثال بسيط، ليش الدول اللي برا مثلا وصلت؟ جزء من هذا الوصول لهم الاهتمام في العلم والاختراعات صحيح. والكويت ما شاء الله مو ناقصها شيء، بس ناقصها اهتمام في هذا المجال. نعم. واستثمار فيه ان شاء الله. ايضا مهندس محمد، بالنسبه لي يعني المعارض واحتضان المخترعين في هالمعارض والمشاركه فيها، شنو دورها بالنسبه لكم في دعم قدراتكم وصقل مواهبكم؟ والله شوف، المعارض شيء حلو للامانه، يعني مثلا توه مثلا رجع دكتور ذكرتها مشاري المطيري صحيح. انا متاكد الدكتور مشاري المطيري واللي مثله ما شاء الله اللي شاركوا، الدكتور احمد نبيل، صادق قاسم، مخترع محمد العازمي، وكثير من المخترعين نذكرهم طبعا على سبيل المثال، على سبيل المثال كل التقدير لكل المخترعين، للكل للامانه ما اقدر احصرهم صحيح. ولكن انا شو الهدف من ذكري لهم؟ نعم. انا لاحظت ان هؤلاء الاشخاص يعني انا ذكرتهم، ان
هذه المعارض كانت فارق في حياتهم وهذه المسابقات فارق في حياتهم للأمانة. يكفي أن أنت الناس عرفتك بهالمشاركة هذه، بهذه المشاركات الناس عرفتك، الناس قدرت جهدك. مرات الواحد يحتاج فقط تقدير للجهود، صحيح. كلمة طيبة، الكلمة طيبة صدقة، وما تدري إيش تسوي بالشخص. فهذا التقدير وهذا البروز ممكن ينقل الشخص هذا ويخليه يعني يهتم في هذا المجال ويعطي أكثر، ممكن أن يحول فكرته إلى شيء واقعي ملموس بداخل السوق. نعم. من هذا الإنجاز. لا شك. أيضا مهندس محمد الرفاعي، يعني حضرتك مخترع ما شاء الله متميز، وإحنا أن نشجعك ونسعد بوجودك معنا ونقدم يعني أيضا صورة مشرفة حق الشاب الكويتي المتميز. مهندس محمد أيضا يعني داخل الكويت واحد أيضا ما يقدر ينفي أن هناك يعني دعم إن شاء الله لكم المخترعين، أيضا في ظل وجود مركز صباح الأحمد للمبدعين والمخترعين، إن شاء الله هناك دعم لا محدود. ودنا تكلمنا عن الأجواء والاحتضان والدعم اللي متوافر لكم. طبعا أول شيء أوجه تحية لمركز صباح الأحمد للمبدع والإبداع دكتور عمر البناي وجميع العاملين فيه. الأمانة يعني هو تأسس بسنة 2010، ومن سنة 2010 ل 2018 صار في يعني وايد تطورات، صار في بروز المخترعين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذا الاهتمام. طبعا الاهتمام في الاختراعات وفي هذا المجال يحتاج وقت عشان نوصل للي احنا نطمح له ونصير مثل الدول الأخرى المتقدمة مثل اليابان وأمريكا. طبعا ما راح نوصل مثلهم بيوم وليلة للأمانة، لكن انا ليش قام اقول هالكلام؟ لان تطلع ناس تقول لا ما في اهتمام، في اهتمام، صحيح. بس الاهتمام هذا مع الوقت راح يزيد، صحيح. وعلى قولتهم راح يصير، ما راح يكون يعني اهتمام، ما راح يتحسن بشكل خطي، خلينا نقول راح يتحسن بسرعه. فاحنا الحين بمرحله خلينا نقول قبل لا يطلع التحسن بشكل كبير، احنا في مرحله حرجه للامانه. فان شاء الله باذن الله يعني خلال السنوات القادمه انا اعتقد ان ثمرات البذور اللي حطها المركز راح تطلع باذن الله، وراح نشوف الثمر بالمخترعين وبالناس وبالجيل القادم باذن الواحد. طيب احنا مهندس محمد ودنا نوضح حق مشاهدينا الكرام اللي قاعد يتابعنا الحين، انت مثال كمخترع كويتي وايضا كل المخترعين المبدعين، يعني من بداياتكم المركز صباح الاحمد للموهبه والابداع يقدم لكم الدعم ويحتضنكم، ودنا تعرفنا شلون يتم هالاحتضان هالدعم هالرعايه من بداياتكم. حلو. طبعا انا يعني انا ان شاء الله ان الكلام اللي راح اقوله الحين ما يكون في اي خطا، لان هم المركز ادرى في العمليه اللي هم داخليه، ولكن اي الشخصيه اللي انا مريت فيها واللي انا اعرفها حاليا واعتقد انها صحيحه ان شاء الله بالمركز، يعني ان اول شيء تقدم الفكره، يتم دراسه الفكره، يشوفون الفكره هذه مجديه ولا غير مجديه. اذا مجديه تنتقل الى مرحله توثيق الاختراع. وخلال مرحله توثيق الاختراع هم يثقون لك طبعا مجانا من غير اي تكاليف، تتكفل فيها الحكومه طبعا. هذا قبل لا تشارك في خارجيا، قبل لا تشارك باي شيء، هذا اول خطوه هذه. وخلال توثيق الفكره كبراءه في المكتب، انت تختار الدوله طبعا امريكا واوروبا او دول مجلس التعاون، يتم عمل دراسه لها، دراسه تقنيه، بحيث انه يتم يشوفون هل الفكره هذه قابله للتطبيق او لا، بغض النظر انها مجديه او غير مجديه. وإذا كانت قابلة للتطبيق وأوكي وخذيت يعني دشيت في بروسس البراءة، تنتقل لمرحلة تطبيق الفكرة، عمل النموذج. يا سلام. وبعد ما يكون عندك نموذج وتاخذ براءة الاختراع، المركز عادي يشوف يطرشك مثلا معارض أو يشوف لك مثلا شركات تسويق. طبعا أصعب مرحلة واللي أنا متأكد أن يعني الجميع في المركز يوافقني الرأي، مرحلة تسويق الاختراع، وهذه اللي فعلا تحتاج وقت. تسويق الاختراع، تسويق الاختراع هذه مش تكون داخل السوق، هذه في المراحل النهائيه، هذه بعد ما شارك فيه خارجيا وتم فيه حتى مو بالضروره مرات انه يشارك الشخص عشان ينجح للامانه، يعني ممكن اختراعك يكون طفره، فممكن تدري عنه شركه معينه وتاخذه منك. جميل. بدون ما تشارك. ممكن يعني يعتمد على نوع الاختراع والظروف اللي انت تمر فيها، كل شخص مختلف في ظروفه عن الاخر للامانه، وهذا توفيق من الله بالنهايه يعني. يعني مرحلة التسويق هي أصعب مرحلة في الاختراع، أهم مرحلة للأمانة. إحنا قلنا نأخذ الفاصل مهندس محمد، ودي أسألك إن شاء الله، تو قلتها أن الاختراع قد يكون مجدي أو غير مجدي، ممكن يطبق لكن غير مجدي، شنو يعني غير مجدي؟ غير مجدي طبعًا ممكن كدراسة سوق ما 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 يكون مثلًا خلينا نتكلم كبزنس مثلًا، رجل الأعمال يشوف أن الدراسة هذه إذا بصرف مليون ما راح يطلع لي المليون. واضح هذا. واضح. اختصار. عندنا فاصل نشوفه ونكمل معك إن شاء الله. إن شاء الله. إذن فاصل مشاهدي الكرام وراجع لكم، خلكم معنا. رجع
رجعنا معكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامجكم إثراء على الهواء، وحديثي في مع ضيفي الفاضل المهندس محمد الرفاعي، هذا المخترع الكويتي اللي مشرفنا ما شاء الله. مهندس محمد، رحب بك من جديد. هلا فيك، الله يسلمك. ونكمل الحوار الممتع معك حقيقة إن شاء الله. ودي أسألك، يعني هل هناك مجال خاص لاختراعات يحب يشارك فيها المخترع الكويتي، أم أنهم ما شاء الله اقتحموا كل المجالات؟ والله ما شاء الله، اللي انا قاعد اشوفه واللي الناس كلها قاعد تشوفه انهم اقتحموا كل المجالات، يعني ما يركزون على مجال واحد. لا، ما في تركيز على مجال معين. بالمجال الطبي موجودين ما شاء الله، بالمجال خدمه ذوي الاعاقه ما شاء الله شادين حيلهم ومخترعين، في المجال خدمه المنزل وخدمه الانسان، في جميع المجالات، في المرور ما شاء الله، يعني ما شاء الله وايد كل المجالات بدون مبالغه للامانه، كل مجال تلاقي في شخص كويتي مسوي فيه شيء. طيب انت ما تشوف انه في مجال معين تحس انه مثلا بالصدفة صار في أكثر مخترعين من خلال متابعتك؟ طبعا أكيد، هو يعني هو ما في، يعني ما في حصر أن هذا المخترع مختص في المجال الطبي فهذا الثاني ما يصير يدش فيه، لا مستحيل. المجال مفتوح للجميع، ممكن يكون مخترع عنده اختراع في عدة مجالات أكثر من اختراع، فهذا شيء عادي. ولكن الأهم للأمانة إحنا نشجع أن الواحد يكون عنده اختراعات وايد، لكن أنا أشجع الأمانة أنه يكون عنده اختراع واحد بس ينزل السوق. يعني العبرة مو كثرة الاختراعات. تركز مهندس محمد كثيرا على مسألة أن التسويق أن فعلا جدوى، هذا هذا الأهم، لأن هذا اللي ينعش الاقتصاد، وهذا اللي ينعش أصل المخترع، هذا المحك فعلا، وهذا فعلا اللي نبي صراحة. يعني هذا الأهم، شو الفائدة أن يكون عندك براءة اختراع وتنحط بالدرج نفس الأبحاث مثلا، وتقول مثلا تطلع وتقول أنا عندي اختراعات وعندي براءات، وبالنهاية هذه البراءات مجرد ورقة ما استفدت أنت منها أو ما فت شيء نظري، لا زال شيء نظري، شيء نظري. طيب يعني إخراجها من هالجانب النظري مهندس محمد إلى الجانب العملي وتكون فعلا بالسوق وبمتناول الجميع، شنو تحتاج؟ هل مثلا خلينا نقول مسوق مستثمر يتبنى هالمشروع هذا؟ والله شوف، باختصار شديد تحتاج جهود جبارة كبيرة عشان الواحد لا يعني يخلي الدنيا وردية على قولتهم، عرف شلون، اينا يقلل من قدر الشغلة هذه. الأمانة الشغلة مو سهلة، ولكن شغلة مقدور عليها إذا كان الشخص ذو عزيمة، إذا كان عندك عزيمة وعندك رؤية وعندك هدف أن هذا الشيء راح يدش السوق، راح يدش السوق لو مهما كانت قدامك العقبات والصعاب. صحيح. من أول الشروط أن يكون عندك استثمار، وقبل الاستثمار يكون عندك دراسة جدوى أن هل هذا مجدي ولا مو مجدي، دراسة جدوى، دراسة أعمال خلينا نقول، دراسة السوق، دراسة تكلفة الاختراع والتصنيع إلى آخره، هذه لازم أول شيء. بعدها الاستثمار، بعد الاستثمار تكوين فريق يصنع لك الاختراع، أو مثلا بدل لا أنت تصنع تسوي له لايسنسينج، تسوي رخصة حق شركة معينة هي تصنع لك، طبعا هذا أسهل شيء. وطبعا في تفاصيل كثيرة الواحد لازم يمر فيها، منها أنه لازم يكون عندك نموذج عملي شغال، ما تقدر أنت تروح حق شركة تبي تسوي لها لايسنسينج او ترخيص وانت مو مسوي الفكره، مجرد اختراع او مجرد شيء نظري ما راح ياخذونها منك الا اذا كان اختراعك مبني على معادلات رياضيه او مبني على بحث علمي معين، ما تحتاج تسوي بروتوتايب. اما اذا كان شيء عملي لازم يكون عندك نموذج، حتى لو كان في بعض المعادلات يفضل انه يكون عندك نموذج شغال اقرب للواقع. في هذه الحاله انت لازم يعني في بعض في شروط لازم تجتازها علشان تبلش تنزله او تبلش تحول الفكره الى واقع، منها هذه الاشياء اللي ذكرت. طيب مهندس محمد، يعني هالاختراع هذا مثلا، احنا ما نذكر اسماء شركات معروفه عشان ما نسوي دحايه لهم، لكن يعني مثلا الشركات العالميه القويه اللي بالسوق المعروفه طبعا في مجال الالكترونيات والكهرباء، هل انت تحتاج ان جهازك هذا توافق عليه الشركه هذه بالمعايير اللي ذكرتها حتى تسوق للسوق، ولا انت تطرحها بشكل خاص فيك؟ يعني شو الاليه؟ لا طبعا، شوف هذا موضوع يعني بحر الامانه، يعني صحيح. ما في جواب معين، بس بشكل عام كل فكرة لها يعني خلينا نقول بيئتها الخاصة أو طريقتها الخاصة. إذا كانت فكرتك راح تسوي على قولتهم disruption بالإنجليزي للماركت أو تعطيل للتقنيات القديمة، هذه يفضل أن تطرحها بروحك، لأن أنت ما عندك، ما حد سواها من قبل، وإذا تم طرحها راح تخرب على التقنيات القديمة. صحيح. إذا طرحتها بروحك لازم تكون متأكد أنها مو سهلة للتقليد. صحيح. مو اليوم الاول تطرحها الشركه اللي اكبر منك تاخذها تقلدها على طول، اذا انت كنت واثق انها غير قابل للتقليد ما شاء الله، يعني فتره وجيزه بسنه سنتين اطرحها بروحك. اما اذا انت كنت تدري انها ممكن تتقلد تنسرق الفكره او انها روح حق الشركات الكبيره اللي انت راح تعطلها، سلام، واعطهم الفكره وخلهم هم يعني تخليك مرتاح وخلهم هم يشوفون شغلهم. وفي افكار اخرى ما تعطل السوق،
يعني باختصار هو يعني موضوع كبير جدا يعتمد على نوع الفكرة، فلازم أي شخص عنده فكرة يدرس الموضوع. إذا ما يعرف يدرس الموضوع، إذا هو مخترع مثلا مهندس أو تقني، يروح حق ناس المختصين في هذا المجال. في شركات مختصة تدرس لك الفكرة وتدرس السوق وتقول لك مثلا تكمل لا تكمل، روح الشركة الفلانية إلى آخره من الأمور. احنا مهندس محمد في برنامجنا ما شاء الله الفقرات متنوعة والفواصل والاستطلاعات، عندنا الحين أيضا يعني فقرة نشوفها نرجع نكمل معك إن شاء الله. إن شاء الله. إذا مشاهدي الكرام فاصل نشوف فيها الفقرة نرجع معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني وأخواتي، حفظ الله عز وجل لنا ذريتنا وبارك الله عز وجل فيهم ويسر لهم كل أمر متعسر. أيها الأخوة والأخوات، لا بد أن نرفق بأولادنا وبناتنا عندما نتعامل معهم، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، والعنف ما كان في شيء إلا شانه. فالرفق دائما طيب، يمكن تكون ردود فعل قوية عندك، ترى أن لابد أن ترد، لابد أن أحياناً ترفع إيدك تبتضرب، يقول لا أرفق، لأن هذا ولدك، هذه بنتك. اليوم أخطأ اليوم، قصر في بعض الأمور، لكن والله اعلم أنه يقدرك ويحترمك. لا تتصرف أي تصرف بالتالي ينعكس عليك. واحد من الآباء للأسف لما يتعامل مع أولاده يتعامل معهم بالضرب، بالحديد، يسلسلهم، هذا مو تربية، هذا مو تربية، هذا يولد عندهم كراهية، يكرهونك، بالتالي ما راح يسمعون كلامك ولا راح يقدرون تصرفاتك. ولذلك لو رفقت فيهم وتكلمت معهم بكلام الطيب، ويا أولاد، يا حبتي، يا كذا يا كذا. ولذلك الواحد أنا تبي تكسب الخصم مالك، فكيف ولدك ما تبي تكسبه؟ أخطأ. ولذلك الله عز وجل سبحانه وتعالى أعطانا وصية طويلة للقمان عليه الصلاة والسلام، يوصي ولده وهو يعظه بكل يا بني يا بني يا بني، يعني يعطيه باللفظة اللي فيها رأفة وفيها رحمة وفيها عطف. ولذلك ينبغي أن نرفق بأولادنا وبناتنا، وإن أخطأوا ينبغي أن يكون العلاج بكل رأفة وبكل رأفة وبكل رحمة. وما كان العنف في شيء إلا شانه، ولذلك ننتبه لذلك، وأسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أولادنا وأولادكم وذريتنا وذريتكم، وأن يبارك فيهم، وأن يشرح الله عز وجل صدورهم. الله أعلم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقرة لفضيلة الشيخ حمد الأمير. رجعنا معكم مكمل هذا الحوار مع ضيفي اللي موجود معي داخل الاستوديو، المخترع الكويتي المهندس محمد صلاح الرفاعي. حياك الله مهندس محمد. الله يحييك. الله يحييك. وبعد هالحديث ما شاء الله عن الاختراعات وجو المخترعين وهالإبداع، خلينا نقول شنو أبرز العقبات اللي ممكن تواجه أي مخترع؟ والله الأمانة في عقبات كثيرة كمخترعين. من أول العقبات أن الواحد يكون عنده فكرة يبي يحولها إلى شيء ملموس، يبي يثبت فكرته. هذه العقبة الأولى. مو كل المخترع عندهم الخبرة التقنية إنه يحول فكرته إلى واقع، وإذا كان بيحولها إلى واقع الموارد اللي حواليه
ما تساعد في اغلب في اغلب الاوضاع او اغلب الاختراعات. تحتاج موارد معينه، تحتاج مكاين معينه، تحتاج خبرات معينه. للاسف هذه الخبرات غير موجوده للان في الكويت، وحتى يعني في الوطن العربي بشكل عام. طبعا كاشخاص موجوده، بس انا اتكلم كشركات تحتضن هذا الاختراع مثلا او تساعدك في تطبيقه. الشركات هذه للان مو موجوده طبعا. والشغله الثانيه ان البيئه اللي حوالينا غير حاضنه للاختراع. شنو اقصد فيه؟ ما اقصد ان الدعم كبراءه اختراع، انا اقصد ان اذا سويت الاختراع هل هذا الشيء، هل انت في بيئه صناعيه حواليك ولا لا، سواء بالكويت او الوطن العربي، هل هذا الاختراع يخدم الصناعات اللي حواليك؟ هذا الشيء للامانه مو موجود، لان احنا اوكي احنا بيئه نفطيه الحمد لله وفي صناعات نفطيه، بس صناعات نفطيه يعني مختصه في مجالات معينه، محكوره في مجالات معينه وتتبع للقوانين العالميه. واضح. صعب ان اختراع يدش سوق الكويت في المجال النفطي، لازم يتم تصديقه عالميا. كذا فباختصار شديد في الخارج مثلا اللي عنده براءه اختراع، الاختراع هذا يخدم البيئه الصناعيه بشكل مباشر. نعم. لان حواليك مصانع. عرفت شلون؟ طيب مهندس محمد، بالنسبه للتوجيه، هل التوجيه السليم في مجال الاختراعات له دور بعملكم؟ يعني هل ممكن في عقول نيرة مبدعة لكن ما حصل لها سبحان الله ما الله وفقها في هذا التوجيه فما كملوا بهالمجال؟ إيه التوجيه؟ صراحة يعني التوجيه هو أهم شيء. شغلتين للأمانة يعني كمخترع، المخترع يحتاج توجيه ويحتاج تشجيع. صراحة يعني التشجيع شيء مهم. يعني ممكن أنت يكون عندك اختراع عجيب بس يك واحد مثلا، أو مو واحد، واحد عادي الوقت مقدور عليه، بس البيئة اللي حواليك كلها تحبطك مثلا، خلاص تحس انه يعني ليش انا اسوي كذي، ما له داعي. والاحباطات هذه مو شرط ان واحد يجيك يقول لك مثلا لا انت اختراعك فاشل، او انت مثلا ما راح تسوي شيء مثلا، لا، التحبيطات هذه ممكن تيك من البروسيس او من العمليات اللي حواليك، من مثلا تاخير معين. خلنا نتكلم عوامل خارجيه نقول بالضبط، عوامل خارجيه موجوده في البيئه غصبا عنك تكون موجوده، ما تقدر تغيرها بيوم وليله. نعم. وما تقدر انت تكون ضدها، لان خلينا نقول التيار في هذا الاتجاه روتين معين اداري مثلا. فالمخترع يحتاج ان احد يشجعه عشان يتجاوز هذه الاشياء. واضح. للامانه ما اقول لك ما يتجاوز، يتجاوز ان شاء الله، بس يحتاج تشجيع ويحتاج انه يتوجه توجيه، لان الاختراع شامل في جميع يعني عده مجالات، بزنس، تصنيع مثلا، شلون ادش السوق، يخدم منه مثلا، راي المستخدمين في الاختراع مثلا، وايد اشياء. فيحتاج ان واحد يتوجه. يحتاج توجيه. طيب مهندس محمد الرفاعي مخترع الكويتي اللي مشرفنا ما شاء الله، شرف لي، الله يسلمك، واللي قاعد يشوفنا الحين، شنو كلمتك او توجيهك خلينا نقول اللي توجهها لكل الشباب اللي حابين يمشون في هالطريق، طريق الابداع ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. انا صراحه اود يعني عندي نصيحه انصح فيها نفسي والمستمعين للامانه، اذا عندك حلم لا حد يوقفك للأمانة، مهما كان، سواء كان اختراع ولا مشروع جديد مبتكر، ولا مثلا خدمة معينة للمجتمع، أو مثلا شركة غير ربحية أو شركة ربحية، بغض النظر هي براءة اختراع أو لا، أنا أتكلم كأبداع. إذا أنت عندك فكرة معينة من اللحظة هذه، من خلينا نقول من الحين، زين، روح اكتب الفكرة هذه على ورقة، ادرس الفكرة، ومن باكر روح اسأل فيها أهل الناس المختصة، أسس شركة. الحين الأمور قاعدة تتسهل وتتيسر، شوف كم راح تحتاج عشان تطبق هذه الفكرة، وانت خليك على يقين ان انت كشخص انت راس مال الكويت للأمانة. يعني الاشخاص هم رؤوس اموال الكويت، فشوف نفسك بعد 10 سنين اذا انت تمسكت بالفكرة هذه، انت راح تسوي نقلة نوعية بالكويت. صحيح. انت كشخص يعني مثلا، شوف مثلا على سبيل المثال، شوف الشركات اللي نجحت الحين شلون مثلا انشهرت وشلون اثرت في المجتمع والناس قاعد تقلدها. صحيح. صير انت مثلهم باذن الله، وراح تصير احسن منهم باذن واحد لحد. باذن فلا الله. تهد. نعم. حلمك وتمسك فيه وتاكد انه صح وامشي بالطريق ان شاء الله. طبعا احنا فخورين فيك مهندس محمد، واتمنى لك ان شاء الله التوفيق والنجاح يا رب، ولا مزيد ان شاء الله من النجاحات يا رب. اجمعين يا رب، جزاكم الله خير، كل الشكر لك، مشكورين على الاستضافه. ايضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، والواحد دائما يحرص على تحقيق حلمه والنجاح. ان شاء الله نتواصل معكم في حلقه مقبله، في امان الله. السماء وتنشر الضياء.
طرحها الجميل تقال.